ركود واسع في معارض بيع السيارات في مدينة الموصل بعد تطبيق الحكومة الحالية قرار منع التعامل بالدولار وحصر معاملات البيع والشراء بالدينار فقط، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب معارض بيع السيارات. قرارات قال تجار ومواطنون في الموصل إنها غير مدروسة. فحالياً هسه نحن نتعامل بالفلوس العراقي، فأسبب ركود بالمدينة المعارض كلها. نحن نتعامل مع غير محافظات بالعملة الدولار، مع أربيل ومع دهوك ومع، فهسه اللي صاير تعاملنا كله بالطبع بالدينار العراقي، فسوى ركود. يجي المواطن تدري سعر الدولار متذبذب متغير يومياً، سعر شكل يعني يوم 157 يوم 148، فالمواطن محتار ما يقدر يشتري بهاي الفترة. أهل المعارض معاناتهم حالهم حال المواطن، يعني محتارين، هل يبيع بالدولار الدولار يصعد، هل يبيع بالطبع الطبع يصير أكثر، فحيرة. بهاي الحالة صار ركود بالسوق. من ينظر؟ ينظر المواطن بالدرجة الأولى، وثانيا أهل المعارض والبايع شاري من المعرض والتجار. القرار أثر كذلك على العاملين في بيع وشراء السيارات، حيث حرمهم القرار من مصدر رزقهم الوحيد. المطالبات يكون الدولار يثبت حتى نعرف نبيع ونشتري احنا على باب الله، ما عندنا غير هاي الشغلة. لسوء الإدارة وسوء التخطيط أوجه عديدة في العراق الجديد، وقرار الحكومة بحصر مبيعات السيارات بالدينار أحد أوجه سوء الإدارة والتخطيط، وقد يكون الأسوأ عدم توفير البدائل الكفيلة بالحفاظ على مصالح المواطنين المالية.